الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام وأمة الإسلام أمة عزيزة فرحة مسرورة، ليس فيها نكبة وليس فيها حزن وليس فيها ألم، إنما في عزة وفي رغد من العيش. برنامج الفرار إلى الله، كلنا في حاجة أن نفر إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإنما الأعمال بالخواتيم. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فإني أريد أن أرحب بضيوفي وضيوفكم على الشاشة المباركة لنستمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، راجين من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأرحب بفضيلة الشيخ عبد الخالق محمد حفظه الله وبارك الله فيه. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك، كل عام أنت بخير، أنت بالصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك ويحفظك، الإسلامية كلها بخير يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب. وكما أرحب بفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، الله يكرمك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وأرحب بفضيلة الشيخ أنس قلهوم، أهلا وسهلا فيك، ربنا يكرمك وينفع بيك. آمين وإياك إن شاء الله، الله يكرمك. وفضيلة الشيخ محمد سليم، إزيك شيخ محمد؟ الحمد لله على السلامة، ربنا يبارك فيك وينفع بيك، بارك الله فيك، حفظك الله شيخ علي وإياك، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الخالق، يعني بدون مقدمات، الناس يعني إلا من رحم الله بمجرد يعني أن ينتهي رمضان يفطرون عن الطاعة ويبتعدون عن الطاعة. ماذا تريد عموما أن تقول لأمة الإسلام في عيد الفطر؟ ما الذي تريد أن تقوله له؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني نتقدم بالتهنئة لكل المسلمين في كل أنحاء العالم، أن وفقنا الله عز وجل وأن أدركنا رمضان، فهذه نعمة من الله عز وجل، أن يمتن الله جل وعلا علينا أن يجعلنا ندرك رمضان، هذا فضل من الله ونعمة. وبداية لا ننسى في هذه اللحظات التي نفرح بها ونسعد ونمرح أن لنا إخوة في أماكن أخرى يتعرضون للإذاء والظلم، كما هو إخواننا في سوريا وفي بورما وفي غيرهم. فنتوجه أولا إلى الله عز وجل بالدعاء أن الله عز وجل يفرج عنهم ما هم فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم أمين. بداية فضلت الشيخ علاء، إنما يعني أنتهز فرصة من كلمتك وأنت تقول في عنواننا ففروا إلى الله. القياس اللغوي في الفرار أنك تفر من الشيء، من، ففررت منكم لما خفتكم، تفر من. لكن حينما تفر من شيء فإنما تلجأ إلى من هو أقوى منه ليحميك ممن تفر منه. فررت من الأسد، يبقى لابد أن تفر من الأسد إلى شيء يحميك من الأسد. طيب، إذا أنت فررت من الله فلمن تفر؟ إليه سبحانه وتعالى. فمن هو أقوى منه حتى يحميك منه؟ لا أحد. فهنا لا يصح أن يقول أنك تفر من الله، إنما تفر إلى الله. فتجد بعض المسلمين بعد رمضان يفر من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يفر من الله. هذه واحدة. الثانية، حديثي لنفسي والله وليس لحد، إنما أحدث نفسي والله أعلم بذلك. لو أنك كنت صادقا مع الله في رمضان سبحانه وتعالى، وهذا هو المحك، نقول دائما أن لكل بناء أساس يبنى عليه، والبناء والأساس الذي يبنى عليه ديننا الصدق، الصدق مع الله عز وجل. لو أنك كنت صادقا مع الله عز وجل في رمضان،
وذقت حلاوة القرب من الله عز وجل في رمضان، وذقت حلاوة تلاوة القرآن في رمضان، فكيف تفر منها؟ لأنك إذا لم تكن صادقا، لم تكن صادقا في هذه الوقفة، حينما وقفت بين يدي الله عز وجل، حينما وضعت جبهتك في الأرض لله ساجدا، حينما صمت طاعة لله عز وجل، لو أنك ذقت هذه الحلاوة الله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلو أنك شكرت الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الفضل من الله عز وجل الذي امتن به عليك، فكيف تفر من الله؟ إلى من تعالى. إلى من تلجأ؟ يعني إذا لا يزال الله جل وعلا مقبلا على عبدي ما لم يلتفت، فإذا التفت ناداه عبدي إلى من تلتفت؟ أإلى إله خير مني؟ لا حول ولا قوة. يعني حتسيب ربنا وريح لمين؟ يعني أنت كنت في رمضان، بعض الناس فقلت الشيخ في آخر ليلة في رمضان يطوي المصحف، وأنا حترك الكلام لمشايخنا وأجلائنا يتكلموا عن حلاوة القرآن وعن فضل القرآن، ولكنه يطوي المصحف في آخر ليلة ويقول له وداعا ألقاك في العام القادم. هل هذا كان صادقا مع الله في رمضان؟ يعني هل الذي صام وذاق حلاوة الصيام تفتح له بقى الأبواب ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ نعم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن لنا أن نصوم ست من شوال، فمن ذاق الحلاوة فله أن يصوم الاثنين والخميس، فمن ذاق الحلاوة ثلاثة أيام، فمن ذاق الحلاوة فخير الصيام صيامه أبيكم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا العبد كيف يعني حينما يمر أحد العلماء على بعض الشباب وجدهم يلعبون في يوم العيد، يلعبون ويمرحون ويلهون، قال كيف حالكم؟ هل ضمنتم أن الله قد قبل صيامكم؟ لو كان كذلك ما كان حالكم هذا بحال الشاكرين. يعني الإنسان إذا كان علم أن الله قبل صيامه يبقى يجب أن يكون حاله في هذه الأيام حال الشاكر لله عز وجل المتقرب إلى الله، وإذا كان قد رد صيامك عليك فليس هذا بحال الباكين النادمين. فالإنسان إذا كان من أصحاب المعاصي أمثالنا فكان يجب عليه أن يكون في رمضان في حال بكاء وتذلل وخضوع، وبعض رمضان في خوف، هل قبل صيامه؟ هل قبلت توبته؟ هل قبل؟ فنحن إذا نحتاج يعني أستأذن لحظة بس فقط لحظة، أنا بعتبر يعني رمضان كأني عندي سيارة. السيارة دي كانت في عمرة، دخلت عمرة، أنا وديتها للميكانيكي في أثناء وهي في العمرة، أو بطارية يا شيخ علاء، البطارية تعبانة قوي، فبقول للراجل خد شحن لي البطارية. وأنا رايح استلم البطارية، لو الراجل أسلي البطارية وهي على التنجر هتطلع كويسة صح، لكن الأساس أن أنا بعد ما أخد بقى البطارية دي بقى أشوفها هتمشي العربية ولا لا. فالبطارية كانت في رمضان على الشاحن قوية جدا ممتازة جدا، الأصل بقى أنها تمشي العربية بعد إيه؟ بعد رمضان. حطينا البطارية في العربية، العربية يبقى البطارية كانت بايظة، البطارية ما تشحنتش. البطارية بس كانت وهي على الشاحن تقيسها تديك فولت عالي وقوة عالية، لكن الأساس أنها تمشي العربية بعد كده. الله عز وجل جعل لهذا الصيام ثمرة. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثمرة فين؟ الثمرة تجنى بعد رمضان. هل وصلنا إلى هذه الثمرة؟ التقوى. هل هذا حالنا بعد رمضان؟ فهي مسألة لحظة صدق مع الله. كل منا يسأل نفسه، لأن الله جل وعلا يقول يعني من المؤمنين رجال صدق. فأنت عهدت الله في رمضان، عهدت الله أنك تصوم، عهدت الله أنك أنت ينصلح حالك، عهدت الله على التوبة، عهدت الله على الإخلاص، هل صدقت؟ هل صدقت؟ يعني هو ده الأساس يعني. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما نفرحش في العيد؟ تفرح تفرح، لكن بما بأن كان الله قد وفقك إلى الطاعة. عز ما يفرح به الإنسان فرحه بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فرحه بالطاعة. فإن كانت يسرت لك الطاعة من علامات قبول الطاعة أنها تسلمك إلى طاعة. فإن سلمتك إلى معصية فلتخش على نفسك. لكن إذا وجدت أن الطاعة حببتني في طاعة، سلمتني إلى الطاعة، فخرجت من رمضان وأنا أكثر حبا للطاعة، أكثر حبا للقرب من الله، أكثر حبا للقرآن، تلك ثمرة رمضان. لكن خرجت من رمضان يا خلاص بقى كفاية، كفاية بقى القرآن، يبقى لا. أنت ما ذقت حلاوة القرب من الله عز وجل. فهذه يجب أن يكون حلنا بعد رمضان هو دلالة على ما كنا فيه من رمضان. وليس نقص. الإنسان بيطلع إلى عند الطبيب بعد ما بيتعالج، بتبقى أمنيتك أن صحتك تكون في النازل ولا تكون أحسن؟ أحسن طبعا. هذا أنت كنت في عيادة رمضان. هل عولجت؟ هل عولج مرض الرياء عندك؟ هل عولج مرض النفاق؟
هل عرجت من الكذب؟ هل علقت من المعاصي مثلي؟ هل عالجنا أنفسنا من المعاصي؟ شوف نفسك بعد بقى بعد ما خرجت من غرفة العلاج، من غرفة العمليات، من عند الطبيب. والله لو أنا عندي طبيب عادي وخرجت وأقول له علاجك لا يصلح، المرض هو هو. نعم. فليس العيب في الدواء، العيب في المريض. نعم. فالدواء شافي لا محالة، لكن العيب في المريض. أسأل الله أن يصلح حولنا بعد رمضان إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيه. لابد من تحصيل الثمرة بعد رمضان. طيب، من أفضل الثمرات اللي عايزين نركز عليها أقرب يعني في أنفسنا وفي إخواننا وأخواتنا بعد رمضان، ما رمضان مدرسة أخلاق، رمضان مدرسة الأدب، فهل اقترب أخلاقنا وأدبنا من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شريعتنا أم لا؟ إيه رأيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك كما تفضل فضيل الشيخ عبد الخالق إن لابد إن احنا نخرج يكون لرمضان ثمرة نتيجة العبادة، فلابد من ثمرة التقوى نأخذ يعني مثلا المشهور عن السلف الصالح رحمهم الله إنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان لما فيه من الفضل وزيادة الحسنات، ثم إنهم لم يعني يبقوا أنفسهم وانقطعوا عن ذلك بهذا الأمر، ولكنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فليس الشأن في العمل فقط، وإنما في مسألة القبول. ممكن الإنسان يعمل عمل صالح ولكنه لا يقبل منه بسبب الرياء، بسبب العجب، لم يكن صالحا في الصورة بس لم يكن في الظاهر صالح، لكن في الباطن نسأل الله تعالى السلامة. فالله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يحرص على إن هو يعمل العمل ويطلب من الله عز وجل القبول، ويحرص على الإخلاص في هذا العمل ويخاف على نفسه النفاق. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه اللي المشهور عنه صعد المنبر ذات يوم وبعدين قال للناس: لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم عالم الدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. يعني بيقول له، هو بيقول الكلام ده هو أمير المؤمنين، بيقول لهم ده كان كنت قبل ذلك أنا راعي غنم لم يتنصل من أصله. فكنت راعي غنم وكانت أجرتي مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. لما انتهى من الخطبة ونزل قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك، يعني قللت من نفسك، ما كان ينبغي أن أنت تقول لهم أن كنت راعي غنم. شوف سبحان الله يعني ايه الكلام. احنا الان لو واحد مثلا كان ابوه فقير ولا فلاح ويعني كد الرجل في تربيه ابنه وتعليمه، ثم بعد ذلك ربما الولد لما يكبر وبعدين يكبر حاله ويصير مثلا عنده مال كثير او منصب تجده يعني ايه يزدري الناس وينظر الى الناس من فوق ويظن ان هو ايه ان جاب الكلام ده من عندياته، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فالله عز وجل أهلكها. لابد الإنسان يسند الفضل لمين؟ لله. يسند الفضل إلى الله عز وجل. فسيدنا عمر بيقول إيه؟ قال: لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يوم. فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك، يعني ما كان ينبغي أنت تقول الكلمتين دول. فقال له: أسكت يا عبد الرحمن، لقد حدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ قال: فأردت أن أعرفها نفسه. الله أكبر. يعني تربية حديث نفس، ده هو حديث نفس، هو لم يتعالى على أحد ولكنه حديث نفس. قال: فأردت أن أعرفها نفسها. هي دي التربية، ودي اللي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عطس أحد الناس فقال له: يرحمك الله، بداخل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. فقال: فجعل الناس ينظرون إلي، فقلت: واسكل أمي يا ما لكم تنظرون إلي. فقال: فجعلوا يسكتون ويضربون على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يسكتون لسكت.
قال فلما انتهت الصلاة فبأبي هو وأمي اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. اللهم صل على محمد. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إزاي، وحادث الأعراب اللي بال في المسجد المشهور عند كثير من الناس، حتى كنت قريب في مسجد من المساجد وكنت بتكلم وذكرت الحديث، قلت كلنا حافظينه، لكن تصور لو احنا قاعدين في المسجد ودخل احد الناس وبال وانا لسه بتكلم في الحديث، ايه اللي هيحصل معاه؟ هيموت. لان احنا ايه، فين التربيه العمليه؟ احنا لابد ان احنا نقتدي بالنبي عليه السلام. النبي قال سمعنا واطعنا، يعني زي الآية لما نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقال بعض الصحابة والله لو أمرنا الله لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان في قلوب أهله أثبت من الجبال الرواسي. الله أكبر. فيقولوا لو ربنا أمرنا لفعلنا، لو قال لنا اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا. هو ده الإيه؟ سرعة الاستجابة، وكذلك الأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخ أنس، أنت عايز يعني كنت بتصلي بالناس في رمضان وشايف المسجد بسم الله ما شاء الله مزدحم والناس مقبلة على المساجد، هل تتوقع أن الناس هتبقى في المساجد بعد رمضان كما كانت في رمضان، وماذا تريد أن تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها سعادة وهناء. آمين يا رب. في الحقيقة يعني سبحان الله، المساجد في رمضان في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في جميع الفروض ما شاء الله ممتلئة. وما هو إلا يعني يوم من أول أيام العيد الفطر المبارك، وتجد المساجد لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة الفجر يعني لا تكمل صف أو صفين في بعض المساجد ما شاء الله. فكأن المساجد تشتكي وتئن وتقول هل نسيتم من أنا؟ أنا أول بناء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. هل نسيتم من أنا؟ أنا من داخلي انطلقت جحافل الإيمان. هل نسيتم من أنا؟ أنا من داخلي انطلقت جيوش الإسلام. هل نسيتم من أنا؟ أنا في داخلي كنتم تبكون وتركعون وتسجدون. هل نسيتم من أنا؟ أنا في داخلي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا المساجد، من غدا إلي أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الآن الإنسان منا يريد أن يمتلك يعني بيت ما شاء الله، عمارة، سيارة فارهة، أم يكون له قصرا في الجنة؟ طب ما الثمن؟ الثمن بسيط. ما هو؟ أن أبادر إلى المسجد، أن أسرع إلى المسجد، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة قصرا في الجنة كلما غدا أو راح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمك الله يا ابن أم مكتوم. الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم ضرير، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير، يقول يا رسول الله يعني ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، أحيانا أجد وأحيانا لا أجد، فرخص لي أن أصلي في البيت. فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسترجعه رسول الله، هم بن صرف تعال تعال. قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب النداء. يعني في بيت الله. في بيت الله نعم. فماذا نقول عن شباب المسلمين الذين أعطاهم الله عز وجل الصحة والعافية، ورغم ذلك يتكاسلون عن الصلاة، ويعني الله المستعان. أيضا يعني بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من قلبه يتعلق بالمسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سبعة يظلهم الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. في روايات أخرى في المسجد بعض شراح الحديث يقول فشبهه بالقنديل السراج مثل اللمبة، يعني متعلق. فسبحان الله الضوء بيخرج من المسجد، الضوء يعني اللمبة تخرج، ولكن هي في ذاتها فين؟ في المسجد. في المسجد كأن القلب. يعني بعض الأشخاص يسافر هنا وهناك ولا يسمع أذان، يقول متى سيؤذن الظهر؟ قلبه متعلق بالمسجد. يخرج من المسجد وينتظر الفرد الذي بعده، متعلق بالمسجد. أذكر قصة يعني حكاها بعض الأطباء، يقول جاءنا رجل مريض في الستين من عمره. ما حالة هذا الرجل؟ هذا الرجل متوفى وفاة إكلينيكية، لا يسمع ولا يبصر ولا يعني لا يتحرك فيه إلا القلب فقط، القلب هو الذي ينبض. يقول هذا الطبيب، وكان لهذا الرجل شاب من الشباب الذين من الله عز وجل عليهم بالاستقامة، يأتي لزيارة أبيه، يقرأ بجواره القرآن، يدعو له بالشفاء. يقول هذا الطبيب، وفي يوم من الأيام إذا بحرس المستشفى يتصلون علي ويطلبون الإذن بالدخول لهذا الولد. يقول فأذنت له، ماشي دخلوا. يقول فذهبت إلى غرفة هذا الطبيب كي أتابع حالة هذا الرجل المريض. يقول فدخل علي هذا الولد وسلم علي، فرددت عليه السلام. يقول هو يتابع الأجهزة، نبضات القلب يعني ضعيفة جدا. يقول إذا بهذا الولد يجلس بجوار أبيه ويمسك بيده، يقول كيف حالك يا أبي؟ متى ستعود إلينا يا أبي؟ متى ستعود إلينا يا أبي؟ أطمئنك أمي بخير ولله الحمد. وهو لا يسمع، وهو لا يسمع، أبوه لا يسمع. وأختي أنجبت مولودا جميلا، متى ستعود إلينا يا أبي؟ يقول هذا الطبيب فظننت أن هذا الولد جن، يكلم أبوه المتوفى منذ يعني 4 أشهر وفاة إكلينيكية. يقول وفجأة إذا بهذا الولد ويقول متى ستعود إلينا يا أبي؟ أنت كنت تؤذن في المسجد عندنا يا أبي، والعم فلان أصبح يؤذن مكانك يا أبي، متى ستعود إلينا يا أبي؟ الأذان ينتظرك يا أبي، الصف الأول ينتظرك يا أبي، المحراب ينتظرك يا أبي. يقول هذا الطبيب إذا بأجهزة القلب وإذا بحركات القلب ونبضات القلب تزداد. فقلت سبحان الله، ما الذي حدث؟ ولكن خطر على قلبي مباشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فبكيت وتألمت، فالتفت إلي هذا الولد وقال خير يا دكتور، في مشكلة؟ قلت له لا والله يا بني، بل خير ونعمة وفوز ورحمة، أبوك إن شاء الله من الصالحين. والله لما تحدثت عن المسجد والأذان والصف الأول ازدادت النبضات، إن دل هذا فيدل على أن هذا القلب معلق بالله جل جلاله. فما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالمسجد وقلوبنا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تشيد وأن تبنى. لما يا رب؟ ليذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. قال بالغدو والأصال، أول النهار وآخر النهار. كأن الإنسان سبحان الله، أنا أتأمل كل شيء في الكون له ذكر. الرياح إذا هبت لها ذكر، السحاب لها ذكر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ذكر. سبحان الله. وكأن الله عز وجل يقول أن المسجد هو مصنع الرجال. من يذكرك يا رب؟ قال رجال، ولم يقل ذكور،
لأن الذكور كثيرين، رجال مؤمنون صادقون أبرار، وهذه الصفة صفة الرجال. أسأل الله يعني أن يجعلنا منهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ذكرت في القرآن ممدوحة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما صفة هؤلاء الرجال؟ هذه أوصافهم، أوصافهم هو الله عز وجل. نعم. يذكر أوصاف الرجال، بعض أوصاف الرجال. نعم. منها يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الشيخ عبد الخالق بدأ بالصدق، الشيخ مصطفى تكلمنا على التربية، والشيخ أنس جزا الله خيرا لازم نبقى معلقين بالمساجد وألا نفرغ المساجد. خدت بالك؟ إنما ينبغي علينا أن ماذا عن القرآن ونحن انتهى شهر القرآن يا شيخ محمد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. ابتداء أهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وأتقدم لهم ببشارتين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالبشرة الأولى فرحة عيد الفطر المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا مباركا على الأمة الإسلامية أجمع. أمين يا رب. كما أسأل الله جل وعلا ألا يأتي موسم الحج أو موسم الحج وأن يكون إخواننا في سوريا أمين يا رب في أحسن حال أمين يا رب وفي أصلح بال أمين يا رب، وأن الله تبارك وتعالى يأتيهم نصرا عزيزا مؤزرا أمين يا رب، ولكل مسلم على هذه البسيطة أمين يا رب. كما أدعو لإخواني في بورما، نعم، وإخواني في الشيشان، وإخواني في جميع هذه المعمورة بالنصر العزيز المؤزر أمين يا رب. وأما عن القرآن، أنصح نفسي وكلما أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن بتدبر، نعم، لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن من أجل التدبر. فقال جل وعلا في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر في القرآن شيء مطلوب، لذلك الله تبارك وتعالى ذم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بغير تدبر. في الموضع الأول في سورة النساء قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر أول مفتاح العمل. نعم. فإذا قرأنا القرآن بتدبر الله تبارك وتعالى يسر لنا العمل. فإذا قرأت مثلا سورة المائدة، نعم، فأجد أن سورة المائدة تسمى بسورة المائدة وتسمى بسورة العقود.
العقود. نعم. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. لذلك سميت سورة العقود عند بعض أهل العلم، وسميت بسورة المائدة. ونقف وقف عند المائدة. عندما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، نعم، فقال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ نعم. فجاء المستشرقون فقالوا: هل يستطيع ربك أمام هذه الاستطاعة عدم استطاعة؟ فتأتي قراءة الكسائي، قراءة سبعية متواترة، والكسائي القارئ هو الكسائي عالم النحو الذي قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. اسمه علي وكني بالكسائي لأنه ذهب إلى الحج وأحرم في ثيابه. نعم. يقرأ: هل تستطيع ربك؟ نعم، يعني هل يطيعك ربك؟ نعم. نعم. بإدغام اللام في التاء للتخفيف. نعم. وهل تستطيع ربه، هل تستأذن أنت ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فتأتي الاستطاعة هنا بمعنى الاستئذان، ويرد المستشرقون في نحورهم. لذلك أيضا في نفس الصورة، لذلك أنا أذكر نفسي بالتدبر في كل كلمة في القرآن في نفس الصورة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مع أن في الآية الأولى يا شيخ محمد المائدة نزلت. نعم. يعني بعد دعاء عيسى عليه السلام. نعم. نعم. الآية الثانية آية الوضوء. نعم. تفضل. طبعا هي الآية الرقم الآية السادسة في سورة المائدة، من سورة المائدة أيضا. نعم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم. نعم. فيها قراءتان. نعم. وأرجلكم بالفتح، بفتح اللام، وأرجلكم بالكسر، بالكسر. نعم. فجاء الرافضة، جاء الشيعة. نعم. ونحن نسافر من مكة إلى الرياض ومن الرياض إلى مكة، يصحبنا في الطريق هؤلاء الروافض أحيانا وننزل لكي نتوضأ ونصلي المغرب أو العشاء، فنجد بعضهم يمسحون على أرجلهم بدون جورب أو بدون خف، الرجل. يأخذون هذه الآية، يأخذون قراءة الكسر على أنها جواز المسح، يجوز المسح على الأرجل. نعم. ولكن هذا الدليل، المسح على الخفين، وهذا الدليل من السنة. فينبغي للقارئ إذا تأمل هذه الآيات يستطيع أن يرد هذه الشبهة. نعم. إن قراءة الكسر تحمل على المسح على الخفين. على المسح على الخفين. نعم. ويأتي الدليل المسح على الخفين من القرآن. الأمر الثاني في نفس هذه الصورة المباركة: الله تبارك وتعالى جاء بشرط للقبول، فقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. أمين يا رب، أمين يا رب. الله تبارك وتعالى جاء بقصة، وأقول من هذا المنبر: نعم. الذين يريدون أن يأخذون القصص من التلفاز ومن المسلسلات الهابطة والأفلام الهابطة، أقول لهم: لا، أن القصص في القرآن، وأن العبرة في القرآن. نعم. إذا قرأت القرآن بتدبر وفهم ووعي، فالله تبارك وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. نعم. إذ قربا قربانا. أتل أقصص يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، على اليهود،
الذين قتلوا الأنبياء وحسدوك في رسالتك أو حسدوك على رسالتك. أتلوا عليهم نبأ، والنبأ خبر. بمعنى الخبر، لذلك سمي النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، أو كل نبي يسمى بالنبي، النبيء والأنبياء والنبيين، لأن النبي هو الذي يأتي بالخبر. فالأصل في قراءة النبي تقرأ بالهمز، النبي والنبيين، وهذه قراءة نافع، قراءة متواترة. اسمع ماذا قال الإمام الشاطبي عن نافع: وأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. كريم السر قالوا أنه إذا قرأ القرآن تنبعث من فيه رائحة زكية، سبحان الله. فقال الشاطبي: وأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. أقصص عليهم خبر ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا بالحق، أحسن، لكي يقول الله تبارك وتعالى، لكي يقول عز وجل أن قصص القرآن حق، لا زيغ فيها ولا ريب فيها ولا شك فيها. نعم. ثم انتقل مباشرة القرآن: إذ قربا قربانا. نعم. فالقربان شيء يقرب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى كالصدقات. نعم. فكلكم تعلمون القصة، أختصرها اختصارا شديدا، أن حواء كانت تلد في كل بطن ولد وأنثى، والبطن الثانية ولد وأنثى، يتزوج ولد البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، ويتزوج ولد البطن الثانية من أنثى البطن الأولى. فولد في البطن الأولى بنت جميلة، ولد بنت جميلة. نعم. فكانت من نصيب الولد من البطن الثانية. نعم. فقال لا، كما قال ابن كثير في تفسيره، فقال بعضهم قال قابيل الذي تنازع، وقال لا، أتزوج من أختي التي ولدت معي في بطن أمي. فقال آدم عليه السلام أبوهم، كان من شريعة آدم أن قربوا قربان إلى الله عز وجل. نعم. وكان في شريعة آدم كل منهم يذهب إلى مكان صحراء ويقدم القربان، فكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب غنم. يقول المفسرون: ذهب قابيل بسنابل من القمح رديئة جدا، لا حول ولا قوة، ويقولون وهو ذاهب إلى القربان فركها وأكلها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، سبحانه وتعالى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان هابيل صاحب غنم، ففتش في غنمه وجاء بأفضل كبش في غنمه وقدمه قربان لله عز وجل، فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل، إشارة على قبول هذا العمل. فقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، قال لأقتلنك. حسد البغضاء أول ذنب عصي به الله، الحسد، لا حول ولا قوة، حسد أخاه على هذا الرزق، قال لأقتلنك. ماذا قال هذه العبرة التي أريدها لنفسي وأريدها لغيري عند قراءة القرآن؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، لا حول ولا قوة. يبقى سببين رئيسين
جعل هذا الابن البار لا يقرب أخاه بقتل ولا سب ولا مدافعة عن نفسه ولا أي شيء، مخافة الله جل وعلا، الخوف من الجلي وهي التقوى، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الشاعر: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ذاك التقى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال لئن، إلى آخر الآيات. بعد ما قتلوا جاء بحجر كطريقة الجبناء وهو نائم، كما قتل عمر وهو يصلي، وقتل الصحابة بهذه الطريقة لا يواجهون، الجبان لا يواجه، يأتي من الخلف. فقتل أخاه وهو نائم بحجر بعد ما قتل، وين وديه؟ ماذا أفعل بهذه الجثة؟ أول جثة في البسيطة، ماذا أفعل به؟ الآن لو واحد مات فينا خلاص، يا فلان جهز المقابر بيدفن، الأمر معروف في السنة. نعم. لكن هذا ماذا أفعل به؟ فحمله على عاتقه حتى انتنت رائحته. لا حول ولا قوة. وقال بعض المفسرين: رجله تجرجر من جهة ورأسه جرجر من جهة، ومشى به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. انظر ماذا قال: قال يا ويلتا بهاء الندبة، على قراءة يعقوب، لأن يعقوب إذا قرأ يا ويلتا حال الوقف يقرأ بهاء تسمى هاء الندبة في موضعين في القرآن. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثلاث عبر أكتفي بهذه القصة: إياك أخي الكريم والحسد والبغض، فإنهما يؤديان إلى قتل النفس. أخي الكريم، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. الله أكبر. أخي الكريم، اعلم أن الله جل وعلا يتقبل من المتقين. آخر وقفة يسأل سائل: إني أريد أن تبوء بإثمي. طب ماذا فعل؟ لكتف يده وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: كل منهم كان حريص على قتل أخيه. وأكتفي بهذا القدر، ربنا يكرمك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم والمستمعين والمشاهدين تدبر القرآن. الموضوع بتاع الصدق ده موضوع طويل، فتحنا بقى في التربية والمساجد بس ده عايز وقفة طويلة قوي. والله أنا يعني أعود بعد إذن فضيلتك إلى إشارة إلى ما تقدم به فضيلة الشيخ أنس جلهوم. المسلم يختبر في صدقه في اليوم خمس مرات. نعم. فمثلا حينما يؤذن لصلاة الفجر، المؤذن يقول الله أكبر، كما يقول علماء اللغة العربية أفعل تفضيل، لا يقول المؤذن الله كبير وهو كبير سبحانه وتعالى.